كما يعلم الجميع أن مسابقة أثر الكلام في فرع القرآن يعني استخلصت خيرة القراء وألمع القراء وأجود الأصوات حتى وصلنا إلى هذه المرحلة النهائية، وهذه مرحلة النخبة، مرحلة يصل إليها كل متمكن وكل مجيد للتلاوة وكل من له صوت جميل. وصراحة جميع المتسابقين كل له خامة وكل له صوت وله ميزة خاصة به في صوته وفي أدائه. إن شاء الله إذا كتب الله فزت بالجائزة الأولى فسأحرص إن شاء الله على أن يصل القرآن الكريم إلى أبعد نطاق، لأن هناك أماكن كما يعلم الجميع لا تصل إليه لا يصل إليها القرآن الكريم بجودة عالية. فسنحرص إن شاء الله أن نتمكن إن شاء الله وأن نحاول أن يصل القرآن الكريم بجودة عالية تليق بكتاب الله عز وجل. إن شاء الله القرآن راحة والقرآن تيسير، كل شيء جميل فهو بسبب القرآن. القرآن دائما له الإيجابية في حياة الشخص، دائما ترى به العجائب بصراحة. دائما إذا قرأته أو سمعته تنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة وتحفك الملائكة ويذكرك الله في من عنده. يعني ماذا سيقول في القرآن؟ فهو حجتنا إن شاء الله، صلى الله عز وجل أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة إن شاء الله يا رب. نصيحتي للشباب أن يلتجئوا إلى كتاب الله، فهو الدستور، فهو يعني إذا سألوك من أين تأتي بالفصاحة فدلهم على القرآن، فهو خير دليل. وأنصح الشباب أن يحفظوا ويقرأوا ما تيسر، فهو شاف وكافي. كانت ردة فعل العائلة الكريمة إيجابية جدا لما علموا أنني تأهلت إلى آخر مرحلة بالمسابقة، فبصراحة كانت سعادة تغمرهم. هذا بفضل الله عز وجل وبسبب دعواتهم ودعوات الوالدة. فنسأل الله عز وجل إن شاء الله أن تتم الفرحة إن شاء الله، ولما لا التتويج إن شاء الله بالجائزة إن شاء الله يا رب.